من تلفزيون سوريا مساء الخير لكل المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج لم الشمل. مرحبا يا رب. مرحبا بك محمد، وأيضا بمشاهدينا بتمنى تكونوا بأفضل حال، وحلقة نهاية أسبوع إن شاء الله تكون جميلة للجميع. خلونا نشوف شو موضوعنا سوا لليوم. في فخ إدلب فيلم يروي معاناة التهجير الأخيرة. ولمواجهة كورونا اتفاق بين الحكومة المؤقتة ومديرية صحة عنتاب. المجتمع السوري فوارق مادية تقضي على ما تبقى من الطبقة الوسطى. نبدأ جولتنا بالوقوف على آخر تطورات الإصابة بفيروس كورونا في عموم مناطق سوريا، نتابع التفاصيل. ارتفعت أسعار الإسمنت في محافظة الحسكة بنسبة 40% خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي انعكس سلبا على حركة البناء في عموم المحافظة. وتشهد المنطقة نقصا حادا في مواد البناء من إسمنت وحديد في ظل توجيه اتهامات للإدارة الذاتية باحتكار تجارة هذه المواد ورفعها للأسعار بالتزامن مع زيادة الطلب مع اقتراب حلول فصل الشتاء. يذكر أنه منذ تشرين الأول عام 2017 منعت الإدارة الذاتية التجار المحليين من استيراد مواد البناء ومواد أخرى كالسكر والطحين من خارج مناطقها. علقت تركيا عودة الزوار السوريين إلى أراضيها من معبر جرابلس الحدودي شمال شرقي حلب بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 4000 إصابة. وقالت إدارة المعبر في بيان نشرته الجمعة أنه سيتم إغلاق معبر جرابلس الحدودي بشكل مؤقت أمام عودة السوريين إلى الأراضي التركية اعتبارا من صباح يوم غد السبت. وأشار البيان إلى أن الزوار
الزوار الذين كانت إجازاتهم من تاريخ 23 من تشرين الأول 2020 وما بعد لن يفقدوا حق العودة إلى الأراضي التركية بعد صدور القرار، ولم يذكر البيان تاريخ استئناف معبر جرابلس استقبال العائدين. عاد الطفل السوري محمد مصطف إلى مخيمات شمال غربي سوريا بعد تركيب أطراف صناعية له في مستشفيات العاصمة التركية أنقرة. الطفل الإدلبي ذو 15 شهراً فاقد ليديه وقدميه خلقياً، دخل تركيا بتعليمات من وزير الداخلية سليمان صويلو مطلع سبتمبر أو أيلول الماضي بعدما نقلت وكالة الأناضول قصته الإنسانية إلى الرأي العام، نتابعها معاً. حبيبي حموتك. حبيبي حموتك. تركيا؟ ها؟ اليوم جينا من تركيا على المخيم على الشمال السوري. محمد كان أخذناه على تركيا بدون أطراف، حاليا الحمد لله الحكومة التركية ركبنا له طرف تدريبي. إن شاء الله في الأيام المقبلة كمان نرجع لتركيا نكفي العلاج إن شاء الله. اليوم وصلنا من تركيا، هاي جايتنا من شوي وصلنا. شكر الحكومة التركية واللي ساعدونا بالدخول لتركيا. إن شاء الله دائما بكون هيك الطفل وكل أطفال سوريا يعني بحالة جيدة وبصحة جيدة، وعم نشوف هاي الضحكة أكيد على وجوهه. يا رب بتدوم دائما. فاز صحفيان سوريان بالجائزة الأولى عن فئة الأفلام الدولية في مهرجان فرنسي عن فيلم في فخ إدلب. ويصور الفيلم الذي أعده يمان خطيب وفادي الحلبي وأخرجته سوزان ألنت لحساب محطة أغتي الفرنسية الألمانية معاناة المدنيين في منطقة إدلب للبقاء في ظل هجمات متكررة لقوات النظام وروسيا على المحافظة، حيث وثق الفيلم الحملة العسكرية للنظام وروسيا على محافظة إدلب مطلع العام الحالي وموجة التهجير الضخمة للآلاف نحو المجهول. نتابع المادة التالية. رسالتنا كان من الفيلم هو فيك تقول انه كان مهم لانه كنا حابين نوثق مرحله تاريخيه كانت عم تشهدها مدينه ادلب. القصف والنزوح، اكثر من 4 مليون كانوا مهددين وكانوا عم يحاولوا يهربوا لمكان امن فما كانوا قادرين. الصعوبات كانت عم تجينا من كل جانب، بدايه من مرحله الدخول الى سوريا والعوده، وإضافة مثل ما قلت لك أنه 4 مليون شخص كانوا عايشين بمنطقة جغرافية كتير صغيرة كانت عم تتعرض أغلبها للقصف. ساعات الطوابير، ساعات الانتظار رفقة الطوابير، طوابير النازحين، الجو المناخي اللي كانت عم تشهده المدينة، أوقات درجات الحرارة عم تكون أكثر من 7 تحت الصفر، أوقات ما كنا قادرين نحمل الكاميرا، الخوف من القصف اللي كانت عم تشهده روسيا وإيران والنظام السوري، فهي كانت كلها صعوبات. لما بلشنا الفيلم كان في كثير حمله اعلاميه روسيه موجهه لتقول للعالم بانه ادلب فيها ارهاب بس. هذا الشيء كان كثير مزعج بالنسبه لنا، كثير بحز بالنفس لما تشوف الناس هون عم تموت، الابرياء، الناس اللي عم يطالبوا بوطن ديمقراطي، وطن للسوريين كلهم، وطن فيه حريه، فيه حياه كريمه. فكان الهدف الاول من الفيلم انه نحن نقول اللي موجودين في إدلب هن أبرياء، هن أبرياء بس،
ما لهم مسلحين، ما لهم أشخاص إرهابيين أصحاب فكر متشدد. أنا كان هدفي إن هي فعلا حقيقية، لأنه أنا عايشة هاي الظروف وعايشة هاي المأساة. بصراحة كان لي رسالة من خلال هذا التصوير وهي المشاهد اللي أنا عرضت، اللي أنا قمت فيها بالفيلم، اللي هي إنه العالم كله يشوف الناس والسوريين بالذات إنه هني أصحاب حق، إنه هني مظلومين، إنه هني مضطهدين، هجروا قسريا دون إرادتهم دون رغبتهم. كان هدفي وصل معاناة النساء، معاناة الأطفال في ظل البرد، في ظل النزوح والتشرد. أنا اسمي خالد خطيب، وأنا كنت أشخاص اللي حضروا الفيلم. طبعاً الفيلم هو يعني كان جداً جداً رائع، لأني بهاي الفترة الحساسة اللي مرت على سوريا كانوا أغلب وسائل الإعلام عم بيهتموا بالخبر البسيط تبع صار في قصف، صار في نزوح، صار في مليون واحد مهجر، لكن ما كان فيه يعني تعاطي بناحية إنسانية مع هذول الأشخاص اللي تهجروا واللي عانوا واللي لسه عم عانوا. فالفيلم هو عطى الفرصة لأي حدا حتى يعرف أدق التفاصيل الإنسانية عن معاناة هذول الناس خلال فترة بداية الحملة العسكرية وانتهاء بنزوحهم. فلذلك كانت القصة متكاملة، يعني هذا الفيلم أعطانا الأريحية والمجال لحتى نعرف الجانب الإنساني المهم عن حياة هذول المدنيين، وكمان نعرف بشكل أكبر مين سبب. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا يمان الخطيب، صاحب فكرة فيلم فخ إدلب وأيضا أحد المساهمين في الإخراج. مرحبا بك يمان. مرحبا بكم. بدنا نبارك لك ونقول لك يعطيك العافية على الشغل. يعني أي حدا اليوم ممكن عم بيشوف بيقول معقول اليوم في إدلب ناس عم تشتغل فن وموسيقى وأفلام ومسرح؟ أول شيء مبروك للثورة، مبروك للسوريين اللي وصل صوتهم. للأسف كنا بنتمنى يكون صوت الفرحة والبهجة، لكن الأمر الواقع بيقول إن السوريين عم يعانوا وعم يعانوا كتير مثل ما شفنا سواء بالفيلم أو بالحياة هون. أنا موجود في إدلب حوالي من سنة تقريباً بشكل متواصل. كانت حجم المعاناة أكبر من أنه تظهر بالفيلم. حاولنا من خلال الفيلم كمان نركز على أنه في جانب إيجابي، في ناس بتعزف موسيقى، في ناس بتضحك، في ناس بتضخ طاقات إيجابية. هذا الشيء كان كتير مهم يظهر لدحض روايات معادية للسوريين تتهمهم بالتطرف. شو الأحداث الرئيسية والشخصيات الأساسية اللي التقيتوها يمان؟ الحدث الرئيسي اللي بني عليه الفيلم هو انه في صحفي موجود بتركيا اللي هو يمان خطيب، ما كان من المقرر من البدايه يكون هو الشخصيه الرئيسيه، ولكن حسينا شعرنا بانه في ضروره لانه العمل الصحفي يتحول لمرئي. الشيء اللي كنت انا عم بعمله هو انه عم بألف كتاب لأوثق فيه المرحله التاريخيه اللي عم بتمر فيها سوريا، لاحقا تحول لعمل مرئي من خلال فيلم في فخ ادلب. هذا الصحفي موجود في تركيا، كان في كثير صعوبه لانه ينزل على سوريا لحتى يوثق، بعد شهرين من المحاولات قدر يوصل ويلتقي بشخصيات، كل شخصيه منهم عندها قصه بتعبر عن الحالة السورية، الشخصيات المهجرة قسريا، والشخصيات اللي فقدت عائلاتها، والشخصيات الأخرى اللي عم بتحاول تساعد بأبسط الإمكانيات مثل السيدة أحلام الرشيد. حلو. طيب يمان، كتير اليوم من الأفلام السورية يلي وصلت معاناة الشعب السوري فازت بجوائز أوروبية وأمريكية وإلى آخره، ما المختلف بهذا الفيلم؟ هلا لأكون صادق معك إنه لا أنا ولا حتى السوريين هون بشكل عام عادوا يؤمنوا أنه ممكن الجوائز والأفلام والسينما والتلفزيون تعمل فارق، تغير شوي من الواقع. ولكن نحن خاطبنا الشخصيات وخاطبنا أنفسنا قبل، أنه نحن لما نشتغل ونوثق هي الجرائم يلي عم تصير، فنحن عم نعمل هذا الشيء كرمال الأجيال القادمة. نحن عم نحاول نقول للجيل يلي بعدنا هي حقيقة سوريا. كان في صحفيين عم يضحوا بكل شيء بيقدروا عليه، سواء نحن أو الزملاء الصحفيين التانيين، لحتى تعرفوا الحقيقة، لحتى تدركوا أنه الأربع مليون هون الموجودين في إدلب هن ناس طالبوا بوطن كريم، طالبوا بالحرية، هن أبداً ما لهم متطرفين أو أصحاب فكر متشدد. فهي كانت الغاية الأهم بالنسبة لنا من خلال صناعة الأفلام أو من خلال التغطية بشكل عام. توجهتوا للجمهور الأجنبي أكثر، صحيح يمان؟ يعني الفيلم متاح بلغات غير عربية. الفيلم دوبلج وترجم لست لغات لحد الآن، وهذا الشيء كان كتير مفرح بالنسبة لنا، لأنه كان من البداية
قناة أرتي هي ناطقة بالفرنسية والألمانية، ولكن بعد الأهمية اللي حظي فيها الفيلم خلال العرض الأول تم ترجمته ودبلجته لست لغات، وهذا الشيء خلانا نضمن أنه في جماهير حول العالم رح تشوف الفيلم ورح تسمع صوت السوريين، وهذا شيء كتير مهم لأنه الجمهور العربي استهدفناه خلال السنوات الماضية. الجمهور العربي للأسف مغلوب على أمره، ما عاد فيه يغير شيء لأنه هو أساساً محكوم من ديكتاتوريات عم بتمارس القمع. فالجمهور الأوروبي هو اللي ممكن يحدث الفارق، وهذا الشيء اللي عم نحاول نشتغل عليه من خلال استهداف الجماهير الأوروبية. طب يمان، في شو أكثر شيء كان صعب تعرضتوا له أثناء تصوير هذا الفيلم؟ هل تعرضتوا لأي مضايقات؟ يمكن هذا أول عمل لي أنا يعني بجد فيه هاي الصعوبة الكبيرة اللي بلشت من لما كنت بسوريا، كنت عم حاول أوصل على من لما كنت في تركيا عفوا عم حاول أوصل على سوريا بعد شهرين من المحاولات لحتى قدرت أوصل. لما وصلت اكتشفت أنه المنطقة عبارة عن محرقة، كانت تقلب، كان القصف على مدار الساعة، كان ساعات الانتظار الطويلة بأرتال النازحين والهائمين على وجوههم، كان البقاء معهم كمان جدا صعب، كان درجة الحرارة المنخفضة كانت تشكل عامل يعني كتير كتير كان صعب الموضوع. فكل هاي العقبات اللي كانت بوجهنا كانت هي عقبات عم تواجه الشخصيات والناس الموجودين هون، فكنا تلقائيا نقوى فيهم ويقوى فينا هيك لحتى قدرنا نتغلب على هاي الصعاب. وكان بالفعل الحدث اللي صاير في إدلب بيستدعي أن نتغلب على أي صعوبة ممكن نواجهها اليوم. يمان، يعني كثيرين يمكن أشرت أنه قد يصابوا باليأس والإحباط بعد هاي السنوات، لأي درجة مهم استمرار التوثيق خاصة بسوية فنية عالية مثل الفيلم اللي قدر يحصل على جائزة عالمية بالنهاية؟ بتجسد شخصية أحلام الرشيد بالفيلم هاي، إذا ضربت مثال صغير هي الشخص يلي ماشي على الأرض وعم يضخ طاقة إيجابية، عم يحاول يزرع الأمل وين ما بيروح. هذا الشيء حتى نحن كفريق ميداني وصلنا شيء منه، هاي الطاقة الإيجابية اللي عم تتوزع. فأدركنا بأنه مو بس الصحفي هو المطالب بأنه دائما يكون يحث الشخصيات والشريحة اللي عم يستهدفها من خلال فيلمه، لا، ممكن الشخصيات والسوريين نفسهم هم الموجودين يعملوا هذا الفارق إذا تتعمم ثقافة الأمل وثقافة أنه الغد أفضل إن شاء الله. هذا الشيء ركزنا عليه بالفيلم. حلو، وبالتالي بتفكر أنه يكون في عمل جديد مستقبلاً؟ هلأ حالياً نحن انتهينا من فيلم اسمه الطفولة المكسورة، صور في إدلب، يحكي عن عمالة الأطفال، الأطفال يلي تحولوا فجأة إلى معيلين، وجدوا أنفسهم هن أكبر من عمرهم بكتير، بيضوي على جوانب كتيرة بحياة الأطفال، وللأسف كانوا مهمشين بالسابق. في عنا أكثر من 150 ألف طفل هن معيلين في إدلب، رقم مخيف. هدول الأطفال دون سن الثامنة عم يتقاضوا رواتب جدا زهيدة، وهذا الفيلم عرض من أسبوع ورح يترجم للعربية ويعرض على القنوات العربية قريبا إن شاء الله. كل التوفيق لك يمان الخطيب، صاحب فكرة فيلم في فخ إدلب وأحد المساهمين في إخراجه، شكرا لك. شكرا على الاستضافة. كشفت منظمات مدنية أن المخيم الجديد الذي تنشئه اليونان في جزيرة ليسبوس للاجئين عوضا عن مخيم ميموريا الذي احترق في 9 أيلول الماضي أشد سوءا من موريا بحسب ما نقل موقع مهاجر نيوز. للأسف، وأعلنت منظمة أوكسفام إنترناشونال والمجلس اليوناني للاجئين غير الحكوميتين عبر بيان صحفي مشترك بعد زيارة أجرتها المنظمتان إلى المخيم الجديد نهاية أيلول الماضي، أن وضع المخيم الجديد غير ملائم للسكن ويفتقر إلى المياه والرعاية الصحية. قررت مجموعة تأسست في بلدة نافان الإيرلندية أن تتكفل باستقبال أسرة سورية في مجتمعها المحلي بموجب خطة رعاية المجتمع في إيرلندا التابعة لوزارة العدل والمساواة في البلاد. ووقع الاختيار على أسرة سورية لتستقر في البلدة بموجب هذه الخطة، بحيث يحصل أفراد هذه الأسرة على وضع اللجوء الكامل، ومن خلاله يحصلون على الحقوق والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المواطن الأيرلندي.
ويجب أن تكون الأسر والعائلات التي وقع الاختيار عليها قد تعرضت لمصاعب شديدة وصدمة كبيرة واضطرابات، وأجبرت على النزوح من موطنها جراء الاضطهاد والنزاع. طالب مسؤولون ألمان، أبرزهم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بمراجعة إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين، وذلك بعد هجوم الطعن الذي نفذه شاب سوري في مدينة دريسدن ضد سائحين ألمانيين، أسفر الهجوم عن مقتل أحدهما أو اثنين أوائل الشهر الجاري. وأكد زيهوفر أنه سيعمل بقوة من أجل إعادة النظر في عدم الترحيل إلى سوريا بسبب الوضع هناك، مشيرا إلى أن تقدير وزارة الخارجية لا يزال مختلفا حتى الآن. وكانت السلطات الألمانية قد اتخذت قرارا في حزيران الماضي بتجميد الترحيل إلى سوريا، معتبرة أن سوريا لا تزال مكانا غير آمنا بالنسبة للاجئين. أكثر من 400 عمل نحتي وأكبر لوحة حية في مقاطعة شمال الراين الألمانية وأضخم لوحة فسيفسائية في العالم وغيرها من الأعمال الفنية بيد الفنان السوري محمد الناطور، نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. بحس انه الفن يعني بيميزك كشخص، بحب اقعد واطلع على العمل اللي انا شاغله، وبحب حتى يعني احتفظ فيه اكثر ما اني يعني بيعه او اتصرف فيه. محمد الناطور من سوريا، من دمشق، جيت على المانيا بنهاية 2015، وحاليا اقيم في مدينة ديسبورغ وبشتغل بالمجال الفني. كان في ملتقى هون بسيط يعني، وكان في من المشاركين فنان عالمي اسمه روجر باخ، وطلبت منه المساعدة اني شارك بهالملتقى، وانه بعمل مثل تجربة يعني ضمن هالفنانين الكبار هدول، وعن جد يعني شاركت. التجربة اللي عملتها لقت نجاح كبير، وهالعمل هذا كان له جانبين، من جانب هو عبارة عن وجه تجريدي، ومن جانب الآخر هو عبارة عن لوحة دمشقية. فأنجزت العمل هذا خلال 15 يوم، وفتح لي مجالات تانية أني شارك ببعض المعارض، ومن طريق المعارض هي توسعت للمتاحف، وبلش بقى أعمل مثل أكتسيون يعني فعاليات معينة بتخص الألمان. بالتنسيق مع أحد المتاحف الثقافية هون بديسبورغ قررنا نعمل معرض اسمه الضوء، ومن خلاله قدمت عدة أعمال فنية طورت أموري يعني بشكل سريع، وعطاني حافز أنه أشتغل الساعة أكثر، فكنت أشتغل باليوم ما يقارب 13 ساعة. أنا بحب مادة الفسيفساء يعني بشكل عام، فحبيت يعني أعمل شيء للمدينة هي، وقررت أشتغل يعني أكبر لوحة موزائيك بشمال الراين، وعلى أساسه اشتغلنا لحنا عدة معالم أثرية بنهر الراين داخل هاللوحة هي. كانت هي يعني خطوة كبيرة لألي أنه نحط لي لوحة بداخل متحف مدى الحياة، وطبعا مدونة اللوحة باسمي باللغة العربية.
خلال 3 سنوات من العمل المتواصل هون لقيت انه انا عملت بصمة كبيرة بالنسبة للألمان، للثقافة الألمانية، فحبيت انا هلأ هون دخل شوي من الثقافة العربية تبعنا. فبلشت انا بلوحة دمشقية بمساحة 10 أمتار تتضمن حوالي 10,000 قطعة خشبية صغيرة، طبعا مشغولة بشكل يدوي وما فيها ألوان نهائيا. أنا ملون بخامات الخشب لحتى نأخذ اللون الحقيقي للمباني الدمشقية عن طريق المعارض اللي عملتها واللوحات اللي قدمتها. يعني تعرفت على مدير بإحدى شركات الأعمار والبناء هون بالمدينة، فعرض علي أني أشتغل، أجتني عدة ترفيعات، بأخيرة هلأ أصبحت أنا مدير طبعا للعلاقات بالشركة هاي، وعملي كتير مريح جدا يعني، وهذا فتح لي كمان مجالات أكتر لحتى كمان أطور حالي بالمجال الفني هون. حلو شغل محمد، كل التوفيق له. مستمرين ببرنامجنا وتتابعونا بعد الفاصل. لمواجهة كورونا اتفاق بين الحكومة المؤقتة ومديرية صحة عنتاب.